هذا البرنامج برعاية مطعم أوفا. هذا البرنامج برعاية ماء الجزية. اشرب واسترحم. سيدتي أو نسي وسادتي أينما كنتم، على سلامتكم، مرحبا بكم في القناص. الانفيتي تاعنا اليوم راه جايب شي جوز ان كاستمر، ولما يلحق راحين يبعتوه لابوات مع لي شوفور، وفي الطريق لما يرفضوا القناص راح يصيروا عدة احداث نخليكم تكتشفوها. ابقى معنا. عشان الكل محيلة في القناص الهضرة قليلة عليهم ايه عليهم صباح الخير. وانت اخو ودوك لي شوفير راح يحبط الطوموبيل على خاطرش انساك وقتو في لابيسين ولازم يريكيبيري. سمح خويا الله يرضى عليك. السلام عليكم. سلامة. تكمل تقدمنيش معاك شوية. اسمح لي خويا، انا خدام تاع الشركة. يا اخي راني مريض، راني في حالة، شوف عيني راهي بالفصمة، درت عملية بوجه الله. قدمني معاك. اطلع خويا اطلع، تروح منا. ايه لا بغيت. اطلع. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شكون لاباس بخير؟ الحمد لله الحمد لله. يكثر خيرك. خير ربي، خير ربي خويا، ربي يجازيك خير. ما الحاج حبيت نسقسيك الا يعني ما فيهاش احراج ولا. تفضل تفضل. قلت لي باس ما في عين داير عمليه ولا؟ ايه السيد دقني ديريكت على العين، ضربني بونيه ديريكت. طفى لي جهه ديريكت. انا دوكا بواحد الفرماده هكذا درت عمليه، عطاني واحد الفرماده. شفا عليك ان شاء الله. امين امين ان شاء الله. علاش ضربك خويا؟ علاش؟ كليت له موتور. علاش ميكانيسيان؟ ميكانيسيان تاع الحاج. كيكون بصح ولا نكذب عليك؟ انا تحكي لنا الصح. شوف الاخ الكريم، انا الحكايه هذه وكان يحكوها لي ممكن ما صدقهاش. انا كان ما عشتهاش وجاو حكوها لي ما صدقهاش. انا كي كنت صغير كانوا يعطوا لي قناص. انا معروف بالعين، عيني قطعه. كيفاش؟ عيني قطعه. كيفاش قطعه هذه؟ على سبيل المثال، انا اكتشفت الموهبه هذه كي كنت صغير. خويا تحموا فيه زوج وانا كنت صغير لا حول ولا قوه. هيا وركز معاهم، بديت نركز عليهم، نركز. هيا معايا جاوا هابطين في الحدوره، واحد يجيبها على راسه خيط والزاوج جاب على ذراعه. هذا الولد هذاك البلاطر هذاك في يده. امين. وعيني هذه السيد لا تعدى عليا، لا ضربني، لانه يعرف القدرات هذا تاعنا، يسكن يعني في ماشي بعيد علينا. هما هي صارت له حكه مع واحد الجار هكذا. هذاك الجار هو صاني عليه، قال لي شوف نعطيك من الحليب وتهلانا فيه. هيا واحد النهار كان هكذا، كان هكذا يفيريفي في الماء والزيت تاع السياره تاعو، ونركز له مليح على هذاك واش عطوا له شادي سيربيسيو تاعو تاع الموتور هذا. ركزت له عليها. هيا مالي قلت شي، قلت لي تقطعت له لاشين وراح له الموتور، كليت له الموتور. ويجبد كلي دي زويتو يضربني بها على العين ديرك. هذاك المعاناة تاعك انا يا كلمه. ربي يشفيك ان شاء الله. الله يجيب لك الشفاء ان شاء الله اخونا. امين ان شاء الله واياكم ان شاء الله. صالح الحاج حبيت نسقسيك، معليش. ايه كيف زعما شغل انت هذه موهبه هذه تقيس الناس بعينك ولا ما فهمتش؟ انا الموهبه هذه اللي مسخرها للخير. كي اسمك الله؟ محمد خويا محمد. وانت كي اسمك الله؟ عزدين. شوف الاخ عزدين والاخ محمد، على سبيل المثال عندكم كاش حسيفه ما كاش شخص ولا تبغوا نخليكم نمرو اتصلوا بيا نريقله لكم. الحمد لله بعدناش حسائي فيها. الحمد لله. انت تستهزى انت؟ ايش انا استهزى يا خويا؟ الله يهديك خويا. هاك باغي تشوف البرهان؟ هاك باغي نحاول في المحرك تاعك تاع السياره؟ لا خويا، كروسه تاع الشركه هذه خدام شوفور. لا خويا لا. لا برونك معاهم خدموا الاز. انت محمد هذه خدمتك، خدمه تاعك جديده، عندك فيها اكثر من سمانه
وقل من 3 سمانات، صح ولا صح؟ يو واش يا اخو يقضي وشو يهضر منو صح ولا يقضي صح؟ جديد انا في الخدمة. قد عندك؟ كيفاش عرفت خونا؟ خدمتك جديدة وكاين واحد كاين واحد اشقر يخدم معاك تسبب لك في مشاكل، صح ولا ماشي صح؟ صح. اسمع يا اخو المسيري غير شو بنت هبطه يا احبط احبط خويا ماشي انت هبطه يا اخو انا غير ما تهبطنيش قلنا غادور عليكم غير هبط خويا صافي غير يا تهبط انت يا تهبط انا راك في امان ما تخافش انا هذه الموهبه تاعي كي تهبط مولو في امان الموهبه ديالي اللي مسخرها في الخير راك معايا وقت اذي فيه موذي انت على بالك ديرو يقرا القران في فيك الموتى يا ما نقرا والو ما نقرا والو شوف على سبيل المثال شوف هذاك اللي عنده الخضره تبغي نطيح له كواجا نطيحهم له خلي السيد ترونكيل يا اخو شديت هذا نطيح له كواجا هاو هذاك اللي هاز المرايه شوف يلي راك هاز المرايه عيني راهي فيك الجرايه تهرس المرايه وتسلك نتايا شي قري شي قري شي شي قري يا لطيف شي قري يا لطيف يا لطيف يا اخو هبطوا يا اخو الباب ليك هبطوا يا اخو ما تنزلنيش هبطوا يا اخو الرحمة على والديك تبغي تنزلني يا حول ولا قوة تبغي تنزلني غير راني حتى هبط غير هبط يا اخو نزلني منين نزلني منين هزيتني نزلني ثم راح راح ردوا يا اخو ردوا ردوا يا اخو خاطش هذا الجراب بر عاود حطني فوين حبيت خويا وقلنا خلينا ترونكيل يا اخو رانا بيا معاك ياك وصلناك ما درنا لك والو شنو دير يا اخو واش راك دير واش راك دير باش نطفي الاجواء برك هذا ما كاين اصبر ممكن تفرها في كاش شخص تفرها في كاش شخص عباك احنا خدعوا الضروات يا اخو الضروات على بالك انا الباني عباك لعبين تعالوا بجوج يا اخو هذا البوطو شوف البوطو شوف شوف شي دريك شوف 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 البوطو شوف شوف البوطو شوف شوف يا ربي يا ربي شوف البوطو شوف شوف يا ربي يا ربي يا ربي هبطو 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 يا هبطو يا اخو رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله هبطوا يا اخو هبطوا اسكت تعالي فيا اسكت اسكت يا اخو غير هبطوا يا اخو رحمه على والديك يا اخو وين حبت يا اخو هبطوا هنا يا الله يشترك يا اخو هنيك ارجع بكني بالك جسمي بالك اديك يا ربي يا ربي يا ديك انا كل شيء بالبرهان راح راح حطوا لي تا يا ربي قصدي حطوا يا اخو حطوا لي تا يا حطوا في مال فلاكا حطوا اذيكم اذيكم اللي فيا ما يبغوش اللي فيا ما يبغوش خلاص ما تجيش خلاص قال لي احترون كيل يا اخي راسك وين حبيت وين حبيت انا خلاص برد قرا في قلبك يا اخو قرا في قلبك يا اخو خير اللي بغيت انت ولا انت خير اللي بغيت ملغاش هذا بكر خير انت ولا انت خير خير والو يا خير انت اهبط اهبط وروح في تشخ الناس وين حبيت يا اخو ماشي معانا خير هذيك اللي لابسه الحمار باش نبين لك اكثر يا اخو منك سيري وتبرونشيلو انت يا اخو شوفوا شوفوا انا يا اللي لابسه الاحمر انا عيسى ولد عمر شي قري شي قري اطلق روحك اطلق روحك يا اخو حطني شوف الرحمة على والديك حطني تنزل لأبيك يا ولدي واش تأذي حبطني انا يا اخو تنزل لأبيك راني نقول لك يا اخو والله غير نفتح الباب يا اخو لأبيك غير حطني يا اخو نحي يدك نحي يدك دوك من السرعة
غير حطني يا اخو الا ما قبلتش غير حبس يا اخو بلا قلب بلا برك يا اخو مع سالم كلها الحيله في القناص الهضره قليله عليو اي عليو لا لا حاجه طويله تتحرك منيح يا اخو راه ما تبرونشيلوش يا اخو حاجه طويله تتحرك الله يا طويل القايمة عيني راهي ليك ظالمة يا أخو هاو لك شي قريك ناديك يا أخو غير حطو يا أخو اسكت ناديك هذيك لا حول ولا قوه الا بالله هذيك اديم الموطو هذا ولا هذا واحد فيهم لا خليهم طرونكي هذا اديم الموطو يا مول الموطو يعني درت شي كلمه ربي نحن في الموطو شي قريك شوف الموطو شوف شي قريك يا اخو البرهان كلشي قريك اصبر ومع سالم كلها الحيلة في القناص الهضرة قليلة عليو اي عليو يبدا بالعين في الناس يا ديما يطلق لها عباد الله يا اخو ربي يحفظكم شي قال ليك شي قال ليك يا ربي يحفظ العزيز قول لي كيفاش حسيت والله غير عباك حسيت بالخلعة يا اخو ديجا غير كبت اخو شنو نقول لك انا شغلت وسوس كي قعدت تقول بن عيسى وكذا وانا السيد هذا قال لي ولا نطلعوا قلت له طلعوا نديروا الخير من وقتاش شغل بديت توسوس على الصح انا كي شتك قلت له تاع المرايا كي قلت له على المرايا هذيك يا ودي دوك طيح انا قلت بالك ما كاش منها حتى نشوف المرايا طاحت ربي يحفظك ويطول عمرك ان شاء الله دونك نشوفك ان شاء الله في رمضان في قناه ان شاء الله يا اخو اغزف لا كاميرا قول لهم صحة فطوركم صحة فطوركم وصحة رمضانكم ان شاء الله تجوزوا بالصحة ولهنا وهذه هي يا ربي شي قريك شي قريك يا ربي يحفظك خويا الله يحفظك دونك مشاهدينا الكرام لحقنا نهاية عدد اليوم بقى لي غير نقول لكم غير سي برونشي سو قناة الهداف نضربكم معاد غدوة ان شاء الله توجو نفس التوقيت الله في روحكم صحة سحوركم سلام صفيقة حر عليه يا ربي يحفظك هذا البرنامج برعاية مطعم اوفا اشرب واسترحم